مش السيد الاهلي، هي يافطه ولا ايجار؟ والكلام الفارغ اللي انتم بتسمعوه يا جماعه، يا جماعه الخير، هذا جزء من عمل استثماري رائع جدا يشمل الوحده الاقتصاديه للنادي الاهلي مع شركه وطنيه محترمه وهي شركه استادات. اللي فيكم يجهل هذه المساله يسال عنها. الاهلي لا راح طلب ايجار الملعب، الاهلي لا حط يافطه على كوبري بالعافيه، الاهلي لم يسطو على اي حق، الاهلي بيستثمر اسمه، بيستثمر قيمته، بيستثمر القيمه التسويقيه ليه مع شركه وطنيه كبيره ومحترمه هو بشكل جاد ومعلن وشفاف. ايه لازمه الناس دي مالها؟ هو هذه النقطه بقى استاذ، انتوا مالكوا فكره ان كل حاجه يعملها النادي الاهلي لازم تضايقكم؟ يعني انت متضايق ليه؟ انا على فكره بيقول لك ايه، طب انا اقدر اروح اجر. ما تأجر، ما انت تقدر تروح تاجر، بس انا ما اجرتش. أيوة. انا استثمرت. أيوة. استثمرت اسمي مع استاد السلام والمسؤولين عنه، وده تابع للدوله، ما فيش فيه مجامله، مع شركه السادات صاحبه الفكره العبقريه والجراه التنفيذيه، وخدت من الاهلي اسمه الكبير عشان تكسب وتطور استاد السلام وتكسب الانتاج الحربي اموال، ويكسب الاهلي اموال دون ان يدفع احد. انت بتوفر فلوس وبتاخد فلوس، انا لما اعمل كده انت زعلان ليه؟ انا لا عيرتك ولا كلمتك. اذا كان المساله بقى ان احنا نقعد ناخد من السوشيال ميديا ونخلق لها مواضيع، هو ده الاحتقار. انا مش عايز تحفيل، ارجوكوا يا جماهير الاهلي من فضلكم افرحوا بناديكم يا سيدي، والنبي ما تحفلوا، لان الكلام ده بيؤدي الى ايه؟ ان الناس تاخدنا في سكك ثانيه، وبعد دي حاجه الاشاده وليس الدفاع. خليكوا زي اللي هتسمعوه من نجم زملكاوي كبير، ليسوا جميعا هكذا. احنا بنقول للناس حضراتكم مالكم، انتوا مالكم؟ ما كل واحد ينشغل في حاله. الاهلي عامل نمط استثماري غلط او صح، هينجح او هيفشل، اعمل انت النموذج الصح، اعمل انت الاحسن. اعمل انت اللي يعجبك كده، لكن انت ليه باصص في طبق غيرك؟ ويوم ما تعمل، احنا ليه مشغولين بمين طبخ النهارده؟ ويوم ما تعمل مش مجال معايره، يعني انا عايز اعرف هو اخرتها ايه؟ ما كده مش هنخلص. صحيح، لان الاهلي هيفضل يفكر في خطوات كده باستمرار. اذا كنت هتفضل كل همك في الحياه ان تنتقد خطوات الاهلي، انت مش هتعمل حاجه، هتتعطل كتير. هي دي المشكله، انت تتحدث عني وتلومني وتحفل عليا، وكل همك نغيظ بعض. انا مش هم اغيظك، انا همي اشتغل، انا همي انمي مواردي، انا همي اتطور، انا همي، هو ده الشغل. انت خليك كده، والله العظيم ده حاجه حلوه قوي، يا ريت يفضل الوضع على كده. انا اشتغل وانت تنتقد، انا اشتغل وانت تنتقد، ويطلع كابتن زي الكابتن عادل عبد الواحد نجم الكره الزملكاويه يقول رايه بامانه. الاول نبارك النادي الاهلي على طبعا الاستاد الجديد، اللي طبعا شركه استادات اللي عملته استاذ محمد كامل، وبارك رئيس الخطيب شخصيا واعضاء مجلس اداره وجمهور النادي الاهلي ولاعيبته وكل المنتمين للنادي الاهلي بالموضوع ده. طبعا الموضوع كان كبير جدا جدا، وتملي النادي الاهلي بيسبق برغم ان بقى الزمالك، لكن بيسبق حاجات كتير جدا، تطوير وبيخرجوا من حاجه لحاجه. كابتن عادل عبد الواحد، واحد ده كان من نجوم الكره المصريه ونادي الزمالك في الثمانينات وبدايه التسعينات، وجناح يمين لا يشق له غبار، واتكلم على انه ازاي النادي الاهلي بيسبق الاخرين بخطوات، وازاي الاهلي كابتن الخطيب والاستاذ محمد كامل وشركه استادات كانوا سباقين في هذا الديل المحترم جدا اللي الراجل اشاد بيه. بس كمان هذه الرؤيه الواضحه لكابتن عادل عبد الواحد وما هوش في اطار العمل دلوقتي، ما كانتش واضحه خالص عند عضو مجلس اداره نادي الزمالك الكابتن حماده انور، اللي شاف المساله غير الكابتن عادل. نشوفه. بص يا عمر، من حق جماهير النادي الاهلي، انت النهارده النادي الاهلي عنده اربع افرع صح؟ كان سهل جدا ان انت تعمل استاد للنادي الاهلي، لان جماهير النادي الاهلي مش هتحس ان ده استادها
غير لما يكون استاد بتاع النادي الاهلي زي استاد التتش لغايه النهارده ده تاريخ في النادي الاهلي صح ولا غلط؟ استاد زامورا ده تاريخ في نادي الزمالك، لكن ما تجيش تقول لي كل الناس عارفه ان ده استاد السلام. كل الناس عارفه ان ده استاد السلام، ان انا النهارده جيت اخدته حق انتفاع برضه لغايه النهارده هو استاد مشترك ما بين الانتاج الحربي والنادي الاهلي، فما تجيش تقول لي ان جماهير النادي الاهلي خلاص مبسوطه ان بقى عندها استاد، لا ده مش استاد النادي الاهلي. صح كابتن حماده، جماهير الاهلي عايز استاد واحنا عايزين استاد للنادي الاهلي، والكابتن الخطيب عايز استاد النادي الاهلي، وهو قال ان ده مش هيكون البديل عن استاد النادي الاهلي اللي احنا شغالين فيه، لكن لحد ما نجيب استاد النادي الاهلي هيكون لنا مكان يقضي على هذه الحيره. انت بتختار اول الموسم اكتر من ملعب، قلنا استاد القاهره واستاد الاهلي السلام، واخد بالك؟ وي السلام الاهلي وي السلام ادي خلاص هي دي ملاعبنا هو ده، لكن ما قلناش ان ده الحل النهائي. واطمنوا جدا 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 وما تزعلوش لما تفاجئوا ان الاهلي بيبني استاد. وبعدين حكايه الايجار يا جماعه، انا باجر شقه فبدفع للمالك فلوس، طب لما المالك يجي يقول لي تعالى اقعد عندي والنبي وهديك فلوس، بس ايه هكتب اسمك بس على البلكونه هنا يسكن فلان الفلاني عشان اقدر ابيع بقيه الشقق، يبقى انا المستاجر ولا انا المشارك مع المالك في شكل استثمار. وانتوا فاكرين ان انتوا بتضايقوا الاهلي او جمهور الاهلي لما تقعدوا تقولوا ايجار؟ تعرف الموضوع ايه؟ ده الاهلي هو اللي بيستثمر اسمه، الناس هي اللي بتقدر تستفيد وتستثمر في اسم النادي الاهلي لما بتحط الاهلي والسلام، هي كلمه واحده مع بقيه تفاصيل الوحده الاقتصاديه اللي حضراتكم حفظتوها، هي كلمه واحده او معنى واحد او فلسفه واحده، لو الناس تنبهت لها هتريح دماغها، لان هي بتجاب على كل الهري اللي احنا فيه. القيمه التسويقيه للنادي الاهلي يا جماعه موجوده فيه. الاهرام مش بيباشش على الاهلي، ولكنه كان شريك ناجح يفتقد الاهلي الان، واسالوا المسؤولين. صحيح، بدليل انه بيخشوا في كل بيدنج وفي كل مزاد بيحاولوا ياخدوا الحصه تاني ليهم، والكابتن حسن مش موجود على فكره. أيوة. اذا هو فائده وين 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 سيتويشن، يعني اكسب انا وانت، اكسب انا وانت من خلال ايه؟ ان انا ليا اسمي وانت بتعرف تستفيد منه، فبتديني فلوس وانت بتكسب من ورايا فلوس. هذا ملخص الحال. استادات الاهرام يعملها، برزنتيشن تعملها، استادات لايف تعملها، صله عملتها ومشت. صله عملتها، صله عملتها ومشت، وانا كان الناس بتراهن على الارتباك اللي هيحصل للاهلي، لم يحدث ارتباك وزاد مبلغ الرعايه عن المتعاقد عليه مع صلاه. فدائما انت تستفيد من ايه؟ لثقه السوق، لثقه المستثمر، لثقه الناس اللي بتفهم يعني ايه تسويق. خد البراند ده، خد المصنف ده، كسبانه معاك باذن الله. والسؤال الاهم،